إذن عن تقرير منظمة الفاو عن ارتفاع نسب الجوع في العالم العربي ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله. دكتور أحمد السلام عليكم. يعني 69 مليون شخص في العالم العربي عانوا من سوء التغذية عام 2020 بحسب ما أوردته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، لكن السؤال هنا في ظل استمرار الحروب والأزمات الاقتصادية التي يعيشها العالم العربي والعالم بشكل عام، هل من المحتمل أن يزيد هذا العدد في تقريرها عن 2021؟ تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين. يعني من المتوقع بالطبع أن وللأسف أيضا أن تحدث زيادة كبيرة في أعداد الفقراء والجوع في العالم خلال الفترات القادمة. كان البنك الدولي والمؤسسات الدولية تتباهى أمام العالم أنها استطاعت خلال العقد الأخير من القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحالي أن تنقذ حوالي مليار نسمة من تحت خط الفقر وتنتشلهم من الجوع، ولكن للأسف ما لا تذكره هذه المؤسسات وما لا تذكره هذه الدول أن السياسات الرأسمالية المتوحشة والنيوليبرالية التي طبقت على هذا العالم هي التي أدت إلى وقوع كل هؤلاء البشر تحت خطوط الفقر وتحت براثن الجوع، وبالتالي وأيضا مساندة هذه الدول المتقدمة للأنظمة المستبدة في الدول النامية وتزكيتها لروح الصراع السائدة في معظم الدول العربية حاليا أو في بعض الدول العربية حاليا. نحن الآن إذا استعرضنا الأرقام المتعلقة بالدول العربية سواء في السودان أو في اليمن أو في سوريا أو في الصومال أو غيرها من الدول التي فيها صراعات حادة ومسلحة، سنجد أرقام للأسف مغزية، وهي مغزية ليست للدول وإنما والأفراد، وإنما مغزية للضمير الإنساني كله، ليست مغزية للدول العربية فقط، وإنما يجب على الدول العربية أن تتحمل مسؤوليتها الرئيسية في هذه الظروف التاريخية. عندما نتحدث عن ما يقارب 14 مليون سوداني، مليون سوداني سيقعون قريبا تحت خط الفقر ومهددين بالجوع، تمام، يعني حوالي 4.3 مليون سوداني بيمثلوا حوالي 30% من سكان البلاد وكلهم في حاجة إلى مساعدات غذائية. بنتكلم عن تضارب في الأرقام اليمنية، ولكن معظم الأرقام تدور حول 7 مليون يمني أيضا، منهم الكثير حوالي 3.3 مليون يمني، نعم، مليون طفل وسيدة حامل كلهم يعانون من سوء التغذية. كل يوجد في اليمن طفل رضيع يموت كل 10 دقائق، وبالتالي فنحن أمام مأساة إنسانية وكوارث. يجب ألا ننسى أن المضاعفات الاقتصادية التي تحدث في العالم الآن هي مضاعفات بنيت على أعين الدول الاستعمارية والدول المهيمنة الكبرى، وبالتالي يجب على هذه الدول أن تقوم وتتحمل مسؤوليتها تجاه هؤلاء الجوع والفقراء. طيب دكتور، ليس في الدول العربية وحدها ولكن حول العالم أجمع. يعني دكتور، عطفا على ما تفضلت به، هناك من يعزو سبب الجوع في العالم العربي إلى موضوع التصحر وجفاف الأنهار وبناء السدود على المنابع، هل تتفق مع هذا الطرح؟ هل تجده منطقيا نوعا ما؟ يعني ممكن نعتبر أن نسبة لا تزيد عن 3 إلى 5% على الأكثر من المشكلة تعود إلى مثل هذه الأمور: جوع، تصحر، نقص في المياه، جور بعض الدول على حقوق دول أخرى في موضوعات المياه بالتحديد. ولكن المشكلة الرئيسية تكمن في العالم العربي في النزاعات السياسية، تكمن في عدم الاستقرار الاجتماعي داخل الدول، تكمن في الأنظمة المستبدة التي لا تستثمر في البشر والتي لا تستثمر في الموارد الاقتصادية الموجودة والمتوافرة بكثرة في معظم دولنا العربية. دولنا لا تعاني من جوع لا في اليمن ولا في سوريا ولا في السودان نقصا للموارد، ولا حتى في الصومال، ولا المشكلة الاقتصادية في العراق ولا في أي دولة. كل الدول العربية تمتلك موارد اقتصادية هائلة تستطيع أن تجعل بلدانها تعيش في مستوى رفاهية يقارب الدول الاسكندنافية، ولكن للأسف سوء التخطيط والتبذير وعدم القدرة على السيطرة على الموارد وغياب الشفافية وللأسف المعلومات غير متوفرة عن معظم هذا، والحكم المستبد، هذه طبيعة الحكم المستبد الذي يؤدي بنا إلى مثل هذه المشاكل الكبرى. أنا أعتقد أن الدول يمكن أن تقوم بدور كبير.
في مواجهة مثل هذه المشاكل. الدول العربية يمكن أن تكون بدور كبير. المشكلة يا سيدي أيضا أو النقطة المهمة التي أريد أن ألفت النظر إليها، نعم، أن الاستبداد للأسف طغى على أنشطة المجتمع، منظمات المجتمع المدني. هذه المنظمات التي كان يمكن أن تؤدي دور كبير في مثل هذه الأحوال، يعني الأوقاف، الجمعيات الخيرية وغيرها، كان يمكن أن تؤدي دور كبير، ولكن الضغوط السياسية التي مورست على المنظمات المجتمع المدني الكبرى التي كانت تعمل في بعض الدول الخليجية الكبرى، وتوقف الأموال التي كانت تأتي من المحسنين إلى هذه المنظمات، وبالتالي تعود على الشعوب الجوعى والفقيرة بصورة كبيرة جدا. للأسف منظمات العمل المدني فقدت بوصلتها في معظم الدول العربية ولا تقوم بدورها هي الأخرى، وبالتالي أصبح ليس لدينا حكومات تهتم بالفقراء والجوعى، ولا لدينا منظمات عمل مدني ولا لا أوقاف ولا جمعيات تهتم بالفقراء والجوعى، والمواطنين العرب في الدول محل الصراع. طيب طيب دكتور، نعم، في دول مستقرة وأيضا نعم فيها فقر وجوع. يعني دكتور، يعني نحن نسمع عن اقتصاد المياه، لكن هل يوجد اقتصاد للغذاء يتم دراسته وبالتالي وضع خطط لتلافي الأزمات؟ وإذا كان الأمر كذلك، فأين تقف الدول العربية من موضوع الاقتصاد في الغذاء؟ يعني للأسف المساعدات العربية البينية ما بين الدول العربية بعضها وبعض أصبحت محكومة بأطر سياسية وعلاقات متبادلة، وتبتعد يوما بعد الآخر عن مسألة إنسانية. يغيب البعد الإنساني لصالح البعد السياسي والبعد المصلحي. كان في أوقات سابقة البعد السياسي يمكن أن ينحى لأسباب إنسانية، يعني كنا نرى أن هناك بعض الأنظمة في خلاف مع أنظمة عربية أخرى، وهذا دأبهم يعني تاريخيا منذ الاستقلال، ولكن عندما تحدث أزمة داخلية في دولة عربية كان يهب الجميع للنجدة. أصبحنا الآن للأسف في وضع سيء للغاية، لا يهب أحد لنجدة أحد، حتى في الأزمات الكبرى مثل اليمن، مثل الصومال، مثل السودان وغيرها. للأسف أصبح العرب يعني منفصلون عن بعضهم البعض وعن مشاكلهم الذاتية، وكل منكفئ على مشاكله الذاتية إلى حد كبير. نعم دكتور، أعتقد أن موضوع اقتصاد الغذاء غائب تماما عن أفكار العالم العربي حاليا، حتى بالنسبة للاكتفاء في الغذاء الذاتي ذاته بالنسبة للدول التي تمتلك المال أو تمتلك الموارد الأرضية أو تمتلك الموارد المائية. هذه الدول والتي تتمتع ببعض الاستقرار، حتى هذه الأنظمة للأسف لم تخلق نوع من أنواع التنمية، لا في الموارد الاقتصادية ولا في الموارد البشرية التي يمكن نعم دكتور لخلق حالة من الاكتفاء الذاتي، فما بالك فيما يسمى في المصطلحات الاقتصادية بالاكتفاء التغذوي وليس الغذائي، وهو الذي يمكن أن يبقي الفرد صحيا سليما وتعليميا سليما. وكلنا نرى على أرض الواقع للأسف التداعيات السلبية للفقر والجوع على المواطن العربي، نعم دكتور، التعليم والتصرف ونسبة الطلاق المرتفعة وانتشار الجريمة والبطالة والأمية وغير ذلك من الأمراض الاجتماعية الكبرى التي هي نعم تداعيات من كلها بسبب الجوع والفقر. من اسطنبول الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله، شكرا جزيلا لكم.